إذا كنتي من النوع اللي ما كيعرفش يخطط لحياته وينظمها، أو إذا كنتي من النوع اللي كيعيا ما يخطط ويبلاني وفي التالي ما كيطبق والو، فمرحبا بك معنا في هذا الفيديو اللي غادي نتقاسموا معك فيه خطوات عملية تطبيقية تخطط بها لمستقبلك اللي حتى واحد ما غيبنيه ليك بلاصتك وتنظم بها حياتك بحيث أنك ما تبقاش حتى تفيق الصباح عاد تفكر شنو دير. الخطة غادي تكون حاطة قدام عينيك، اللي غيبقى عليك هو أنك تدوز للتطبيق. وما نحتاجش نوصيك قبل ما نطيرو وما تقلي حتى ثانية في هذا الفيديو باش ما تضربش كلشي في الزيرو، وما تنسيش اختيارة وخيرو تصاوب معاك شي ساندويتش دير فيه لايك وكيتشوب جادوغي مع ابوني. وقبل ما نبدا ضروري نشكر الأصدقاء المخلصين الداعمين للقناة ماديا سوبر ثانكس وفي باي بال وسي اش واللي عندهم فضل كبير خروج هذا الفيديو للوجود، وجد لي ورقة وستيلو وعلى بركة الله يلا نطيرو. الخطوة الأولى باش تخطط لسنة 2023 هي اولا مراجعة السنة السابقة. هنا ضروري خاصنا نرجعوا شوية للور باش نقدروا نزيدوا للقدام، بحال السهم قبل ما يقلع ضروري خاصك تجبدوا للور، بمعنى اننا غادي نستافدوا من اخطاء العام اللي فات باش نقدروا نتفاداوها هذا العام. هنا غادي تشد معايا ورقة وستيلو وترسم معايا هذا المخطط اللي غادي تقسم به حياتك لخمسة ديال المجالات. اول مجال المجال الصحي تحت شعار ما تحفرش قبرك بسنانك. اول حاجه اللي خاصك تخطط ليها مزيان واللي هي راس مالك صحتك، ملي دير مراجعه للعام اللي فات غتركز على ثلاث جوانب في الصحه. اولا الماكله، سول راسك واش ماكلتك العام اللي فات كانت صحيه ولا ما كاين غير كور وعطي العور. هنا اذا كانت ماكلتك صحيه بعيده كل البعد عن الفريت واخواتها من العفاريت والمشروبات الغازيه والحلويات واي اكله غنيه بالسحرات الحراريه. اذا كانت ماكلتك صحيه غادي تجي لهنا وتنقط ليا خمسة ديال النقاط، وفي حالة ما كانت غير صحية عطي نقطة، وفي حالة كانت بين وبين عطي ثلاثة ديال النقاط. ثاني نقطة خصك تركز عليها في المجال الصحي هي الرياضة تحت شعار إذا ما ترينيتيش ما كاينش اللي غيهزك ويتريني بك. على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع كتخرج تضرب بجرية أضعف الإيمان. في حالة كنتي مالي في الرياضة عطي لراسك خمسة، وفي حالة كنتي مقصر عطي واحد، وفي حالة بين وبين عطي ثلاثة. ثالث نقطة خصك تطرق ليها في المجال الصحي النعاس، وهنا خاصنا نديرو عليه فيديو بوحدو نظرا للأهمية ديالو، لأنه بلا به ماكلت كرياتك ما غادي يكون عندهم حتى معنى. هنا النعاس ديالك خاصو يكون ما بين 6 حتى 8 ساعات لا أقل ولا أكثر، وبلا ما دير فيها بطال تقول غنقص من نعاسي باش نزيد في خدمتي وقرايتي حتى تصدق ناقص من عمرك. وملي جيت تقرا أو تخدم وأنت ماشي باش نعاس غتصدق ما قاري ما نعس ما خدام. هنا إذا كان نعاسك بجودة عالية ومحصور ما بين 6 حتى 8 ساعات عطي 5 نقاط. في حالة كنتي مقصر عطي واحد، وهنا ما كاينش بين وبين لأن النعاس ما معاش اللعب. ودابا جينا ندوزو للجانب الثاني من أهم جوانب الحياة من بعد ما سالينا مع الصحة، دابا جينا ندوزو للعقل. ثاني مجال الجانب العقلي، إذا كنا كنتهلاو في الصحة ديالنا بالماكلة الصحية والرياضة والنعاس، فالعقل ديالنا كاينة طريقة واحدة باش نتهلاو فيه واللي هي القراية، واللي بلا بها والله لو وصلتي للغاية ورفعتي الراية وغتبقى ناعس في حياتك مغطي بملاية. وهنا ما كنهضرش على القراية ديال البوليكوب أو المقرر الدراسي، ولكن كنهضر على قراءة الكتب المفيدة. هنا إذا كنتي من النوع اللي كيقرأ كتاب على الأقل أضعف الإيمان ورقة في النهار، واللي غتخليك تختم كتاب من 240 صفحة كل 4 شهور، الشيء اللي غيخليك تجيب المعدل ديال 3 ديال الكتب في العام، غنقول لك برافو عليك تستاهل 5 ديال النقاط. هبط للتعليق لتحت وكتب لي آخر كتاب قريتي نتعرف عليك تحت شعار قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. وفي حالة كنتي كتختم كتاب أو جوج في العام نقط لراسك جوج، وفي حالة كنتي من الذين لا يقرؤون غتكتب واحد، وعرف أن السبب اللي كيخلي شخصيتك وثقتك براسك ضعاف هو أنك فرطتي في عقلك حرمانه من نعمة القراءة. ودابا ندوزو للجانب الثالث واللي هو الجانب الدراسي. هنا اذا تسالتي علاش ما بديتش به هو الاول بحكم ان الاغلبيه ديال المتابعين ديال القناه طلبه وتلاميذ، فالجواب هو ان الدراسه ما عمرها غادي تكون مزيانه وانت ما مهلاش في صحتك وفي عقلك. الجسد والعقل ديالك ما غيعاونوكش تقرا مزيان اذا كنتي مقصر في حقهم، ولذلك هنا باش تنقط ليها غادي تاخذ النتائج ديال السنه اللي فاتت هما اللي غيحكموا عليك. اذا كانت النقطه ديالك فوق 14 كتب 4، واذا كانت ما بين 10 و13 كتب 3، واذا كانت اقل من 10 كتب واحد. رابع جانب من الجوانب ديال الحياه اللي خصك تخطط لهم اللي هو الجانب العلاقاتي. العلاقات هنا غادي تسول راسك على علاقتك اولا مع عائلتك وصحابك كي دايره، وكذلك حتى الجوده ديال صحابك واش كيشجعوك تزيد تعطي ولا كيعطلوك على اهدافك. حالة كانت مزيانة نقط لراسك 4، وإذا كانت متوسطة كيف العادة 2، وفي حالة كانت القضية عيانة نقط لراسك 1. ودوز معايا للجانب الخامس والأخير واللي هو الجانب المالي. وهنا سواء كانت عندك خدمة كتجيب لك فلوس أو لا مازال والديك كيصرفوا عليك، هنا ضروري خاصك تسول راسك على علاقتك بالفلوس كي دايرة، واش كاين شي توفير ولا ما كاين غير تزلع وتبذير، واش كنتحكم في النفقات ديالي أو لا. الجانب المالي مهم جدا حتى وإن كنتي مازال ما كتصرفش على راسك، لأنك إذا ما دربتيش راسك على إدارة النفقات الصغار ما عمرك تحكم في النفقات الكبار.
وهنا غادي تسول راسك على علاقتك بالفلوس وتنقط لراسك من 1 حتى ل 5. وكذا كنكونوا درنا مراجعه على اهم نواحي الحياه ديال العام اللي فات، وبالتالي ولينا مستعدين اننا نخططوا للعام الجديد اللي هو سنه 2023 على بركه الله. نبداو بالتخطيط للجانب الصحي. اولا خطه الجانب الصحي تحت شعار وريني شنو في ثلاجتك نوريك شنو في عقلك. اول خطوه تبدا بها باش تخلي سنه 2023 صحيه بامتياز هي تشد ورقه وستيلو وتقسمها على جوج. في اليمين غتكتب الاكل الصحي وفي اليسار غتكتب الاكل الطار، وتعلقها في الثلاجه ديالك اللي غادي تحلها مباشره بعد هذا لا فيديو. واذا لقيتي فيها شي مناضه او حلوه او اي حاجه مضره غادي ترميها، ومباشره غادي تشري خضيره وفاكهه صحيه وتعمر ليا التلي اللي جاب المفيد مباشره من بعد ما تسالي مع الثلاجه. غدوز معايا للرياضه، وهنا باش نكونوا عمليين غتسجل في اقرب قاعه رياضيه جماعيه حداك، وكتب برنامج تدريب 3 حصص في الاسبوع. وحالات كانت الدعوه ناشفه خرج ليك 3 ديال المرات في الاسبوع ضربها بجريه لمده ساعه، ثم غادي تدوز ليا النعاس. حاول ما تفوتش العشره حتى تلقاك حطيتي راسك على الوساده. واذا ما جاكش النعاس هز كتاب ونسى نعاس وبدا تقرا فيه حتى يديك. اهم حاجه هي تبعد عليك داك المشقوف قبل النعاس. وفيما يخص الفياق حاول تفيق مع 6 باش تلقى قدامك النهار طويل عطا الله ما يدار. وما ننساش نوصيك على غرفة النوم تكون مظلمة، لأن الضوء كينقص من جودة النوم ما كيخليش دماغك يفرز هرمون الميلاتونين المساعد على النوم الصحي. ثاني خطة غادي نطراسي وهي الخطة ديال الجانب العقلي تحت شعار ها العار قرا غير ورقة في النهار. قرا شنو كتبغي حتى تبلا بالقراية وتوصل للغاية وترفع الراية وتصدم الحضايا. غادي تشد ليها ورقة جديدة وستيلو وتكتب 3 ديال الكتب أو أكثر على حسب ديالك بالقراءة. أضعف الإيمان يكونوا 3 باش تمشي بمعدل ورقة في اليوم 60 صفحة في الشهر، وبالتالي كتاب 240 صفحة كل 4 شهور. وهكذا كتقدر تختم 3 ديال الكتب من فئة 240 صفحة كل عام، وأنت غادي وأنت كتطلع في النيفو حتى توصل للمتوسط اللي هو كتاب في الشهر. ثالث خطة غادي تركز معايا عليها هي خطة للجانب الدراسي. عندنا جوج حالات، إذا كنتي طالب غادي تكتب النقطة اللي كطمح تحصل عليها، ثم غادي ترجمها لخطوات عملية اللي غيخليوك توصل ليها. وبالنسبة للطريقة ديال المذاكرة والفهم والحفاظة وكاع داكشي اللي متعلق بطرق القراية راني بارطاجيتها في هذا البلاي ليست اللي غطلع ليك هنايا، اللي كنصحك ما تفلت فيها حتى فيديو بارطاجيت معاك فيها جميع أسرار التفوق الدراسي. الحالة الثانية إذا كنتي غير طالب مرحبا بك معنا في مدرسة الحياة. هنا غادي تكتب 5 ديال المهارات ناوي تضبطهم هاد السنة، مثلا مهارات الحديث بالإنجليزية أو مهارات البرمجة أو مهارة التسويق أو على حساب الاهتمام ديالك. رابع خطة غادي نطراسي وهي خطة الجانب العلاقاتي تحت شعار لما تاخذ منه لا نفع لا إفادة قلب عليه قبل ما تتعادى. هنا غتكتب لي 5 ديال الأصدقاء كيلهوك على قرايتك وخدمتك غتضرب عليهم بكروة حمراء، وغتكتب 5 أو أقل كيشجعوك وملي كتخطأ كينتقدوك نقد بناء اللي كيخليك ترفع من النيفو ديالك. غادي تسولهم على عيد ميلادهم باش تبارك لكل واحد فيهم وتقوي العلاقة ديالك معاهم، وكل نهار في الأسبوع خصصوا لأنك تجلس مع واحد فيهم تقاسموا مع بعضياتكم الفائدة. أيضا خصصوا وقيتها في النهار تجلس فيها جلسة صحية بعيدا عن المواقع الافتراضية وتشوفوا في عينين بعضياتكم أكثر من داكشي اللي كتشوفوه في ايفوناتكم. خامس خطة نركزوا عليها الخطة ديال الجانب المالي. هنا غادي تخطط لأنك تشارجي دماغك بالثقافة المالية بأنك تقرا كتاب كيهضر على الفلوس، وما تلقاش أحسن من كتاب أغنى رجل في بابل للكاتب جورج كلارسون. غيعلمك كيفاش تجيب وكيفاش توفر وتستثمر الفلوس بأمثلة بسيطة. كذلك غادي تشري دفتر خاص بالنفقات اليومية، أي فلوس دخلوا لجيبك أو خرجوا منهم غادي تقيدهم. بهذه الطريقة كتراقب المصروف ديالك، الشيء اللي كيزيد من الوعي ديالك بأنك خاصك توفر الدرهم الأبيض للنهار الكحل. أيضا غادي تخطط لأي نشاط سواء في الواقع أو في الإنترنت مدير للداخل، بحال مثلا بعد ما وفرتي واحد 500 درهم غادي تهز منها 100 درهم وتسول راسك شنو هي الحاجه اللي نقدر نشريها بثمن رخيص ونعاود فيها البيع بثمن طالع. انا تقدر تضرب خريجه للجوطيه او السوق وتشوف شي بياسه سبرتيله مثلا بين لي على حنتي بديك في الشطاره شريها ب 100 درهم وعاود فيها البيع ب 150 120 درهم وانت ستي 50 او 20 درهم بارده للصنيديقه. انت غادي وانت كتكبر في راس المال حتى تجيبها مع العطله ديال الصيف وتحركها بشي بيعه وشريها توفر بها مصاريف الدخول المدرسي للسنه المقبله بلا ما تبرصط والديك وتعذبهم معك، وتعلمتي تكون راجل الرجولة منذ الطفولة وتعتمد على راسك بلا ما تستنى اللي يعطيك شي دريال ويمن ويفرعن عليك بها.